بعد أن تخلص جين ساكاي من مغامرته ضد جيش المغول في تسوشيما وتم إبادتهم وقائدهم معا. بدأ رحلة التجول ومساعدة القرويين في المنطقة، وعن طريق الصدفة وجد عائلة تم إبادتهم بالكامل حديثا، بمعنى أن هناك عدو قريب. وبعد أن تحرف الموضوع اكتشف فعليا أن هناك جنود قريبين، وطبعا سيقضي عليهم كالعادة. لكن أحد الأمور الجديدة على جين أن هناك جندي مميز كان يلقي الألحان أو الشعر ويزرع الشجاعة في قلوب الأعداء وزادت قوتهم. وبعد معركة دامية استطاع جين القضاء عليهم، وبعد التحري اكتشف أن هناك لهم مصدر ويختلفون في بعض الأمور الجديدة. فكان هناك جزيرة أخرى منفصلة عن سوشيما لكنها تتبع لها واسمها إيكي. فقرر جين الذهاب إلى هناك والقضاء عليهم، والتقى في أحد البحار الشجعان الذي قرر أخذه إلى هناك. لكن أثناء السفر في البحر هبت عاصفة هوجاء ودمرت القارب تماما. المهم أن جين وجد نفسه على قيد الحياة في هذه الجزيرة وانطلق في مغامرته الجديدة. هلا والله شباب، يعطيكم العافية، أتمنى ما اندمجتوا في السرد. المهم أن هذه كانت بداية الإضافة الجديدة في قصة Ghost of Tsushima، فحبيت أني أسردها لكم لأن ما سجلت وأنا ألعب. المهم الحين باخذكم في هذا المقطع في تجربة الإضافة الجديدة، وراح نشوف الجزيرة الجديدة وشنو تقدم. طبعا هذه نسخة البلاي ستيشن 5 شبح تسوشيما دايركترز كات اللي صار عليها كلام انك تبي تشتريها منفصلة او مع البلاي ستيشن 4 او الفايف، وشرحت هالموضوع في مقطع سابق. المهم ننطلق الحين في التجربة، جيم بلاي خفيف، نشوف اجواء الجزيرة وبعض المهمات. اتمنى يعجبكم المقطع وتستمتعون فيه، لا تنسون اللايك ويعطيكم العافية. اوكي شباب، بعد العاصفة نبدأ حاليا في مغامرتنا مع إضافة Ghost of Tsushima. طبعا هذه جزيرة إيكي اللي راح يكون فيها الأحداث والقصة، فنشوف ماذا ينتظرنا من مغامرة. طبعا بسبب قطعة اللعبة من فترة أكيد الجيم بلاي شوي بيختلف علي الحين، ماني متعود، بس نحاول إن شاء الله نشوف الموجود. قبل شوي شفت قرود هني، أول مرة أشوفهم، حيوانات يعني جديدة في اللعبة، فما أدري صراحة وين راحوا، بس موجودين. عموما تشوفون هنا منظر الشاطئ. قال جين أن طبعا العشاء اللي موجود هنا في الجزيرة ما يحبون عشيرته نفسها، فلازم يخفي هويته وكذا. فأوكي هناك واضح عندنا أنه نار، فشكله في مخيم. أنا أحب الستيلث مود في اللعبة، فبنجرب كل شيء الحين. فنبدأ أول شيء بالتخفي. على فكرة اللعبة شغالة على 4K و 60 فريم، بعد شوي نشوف مكان فيه إضاءة أحسن ممكن يعطيكم انطباع أو فكرة أكثر. تشوفون هذا اللبس أو الطريقة اللي يسوونها كأنهم يعبدون النار أو شيء. طيب خلونا نشوف شنو ممكن نسوي، بس نعرف هناك في رهينة. هناخذ واحد ستيلث بعدين، صح؟ أقتل. ايوه الثاني، يا سلام. للحين الذكريات موجوده. اوه لحظه، تشوفون هذاك اللي يغني، الظاهر يعطيهم تشجيع يعني او شيء، لازم نقضي عليه. شيل هذا، يا ساتر. ناس الجيم بلاي. لحظه، هذا البلوك، تعال نشيل هذا بس. لحظه، اوكي تعالوا هني شوي بالساحة. السلام على الميوزك. راح. اوتش. لحظة، تغير وضعية. حطيت وضعية غلط. السلام. اوف ما مات. شوفه. طعن. والله نسيت، لحظة خلنا نسوي باري. شوف تعال، ايوه اوكي، اصابة ثانية. تعال. انا اتوقع وضعيتي غلط او في شيء. طيب
اخر نار. شوفون هذاك اللي شجع لازم اتخلص منه. اعطيه سهم ما يموت. عليهم ارمور معدني عالي الجودة. يبا تدري شلون؟ هاك لحظة تعال خذ بس خلاص ودع. يا سلام تعال انت الحين اللي تشجعهم. اوف لحظة وضعية الرمح دقيقة. اوكي لحظة شنو هذي الورم. اوف خذ. يا سلام فجرت نفسي معه مو مشكلة. اوف لا 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 لازم اتدرب صراحة نسيت الجيم بلاي كله. لحظة خلنا نلقط هني الاشياء. طيب شو استفدنا من الطير هذا اللي وهقنا خلاني اروح المعسكر. اوكي شنو هذا؟ وات؟ مارده هاهاوي فوي وسوتا توكرو دا. نعزف هني؟ هاهاوي وا شيكا او توكرو. شيء جديد. شتوتس فويتي اركا. نعزف للحيوانات؟ طيب الحين انا اول مره اجرب هذه سالفه العزف بالكنترولر. ارفع الكنترولر واخلي الدائره على مسار العزف. ايوه قرب الحيوان تشوفون الغزال تعال على الموشن. هذه حركه جديده صراحه اول مره اشوفها اكيد يعني. بس نضبط العزف وبعدين. يا سلام بعدين. هاهاوي وا اوري او شيكا نو سوبا ني سوارase كيمونو ني كوكين شي او يومي كيكاسه او تو. اوكي تعويذة الغزال سوغارو للرؤية. طيب اعطانا ميزة جديدة. تخيل الحين اصيدهم يموت. اوف لا لا نسيت صح اذا ذبحت الحيوانات الاليفه ما منهم فايده في عالم اللعبه ان تشجعك انك لا تذبح الحيوانات. وذكرت هالنقطه قبل بس ما ادري في مقطع جيم بلاي او مراجعه ما ادري. عموما نكمل الحين نشوف شنو في بعد. وعلى فكره شوف شلون تغير الطقس. هذه معلومه يمكن كثير ما يعرفونها. هذا شوف الحيوان جديد بعد قطط تعال اول مره اشوفهم. في معلومة يمكن كثير ما يعرفونها انك تقدر تغير الطقس عن طريق العزف. شوف لما عزفت راحت العاصفة وصار شمس الجو شوي. وفي بعد احد المميزات اللي لاحظتها انه نزال. وين؟ اوكي تعال جوي النزال انزل لي. بس لحظة يكون ناسي. اوكي استمر بالضغط على اوكي اف اهد المثلث. اوكي حلو حلو ما نسينا اللي بعده. في واحد بعد نايس. كان في واحد. اح كنت اللي هوشو راح هيد شوت. تعال يا ابو رمح. اوه نايس خذ. تعال ولا هد خذ. لقافه لقافه دقيقه. لا لا هذا لازم اغير وضعيتي. هي وضعيه الرمح. اوكي شوف هذاك اللي يشجعهم لازم اتخلص منه. وينه؟ تعال لحظة في واحد ثاني. لا لحظة اوكي نايس. في هذا اللي يعزف وينه؟ شكله ما يدري. اي والله ما يدري. ايش فيهم سرحوا معطيني ظهورهم. واحد اثنين ثلاثة خلنا نتخلص منهم واحد واحد. اوه حلوه الكل هذه. اللي بعده سمع هذا؟ لا اوكي نايس 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 والله اشتقت للعبه. طيب هني في واحد ولا شنو هذا؟ هذا اسهم؟ لا لا اوكي واحد. نعطيه من جهه مختلفه. اوكي لحظه ليش قاعد الف بالمشي؟ خلينا نشوف الخريطه. حلو عندي هني مهمة رئيسية وهني. فخلونا نروح على الشاطئ أول ولا نكمل كأن هذه أقرب. يلا ننطلق. هذا الحصان دوكوني كيدا. في حرق هني حارقين المدينة.
أول الضحايا تشوفهم. وين الحصان؟ What؟ إيه صح، كأنه مات في البحر. هني في معسكر، خلونا نشوف وضعنا. في صوت على اليمين، فقبل لا نصعد فوق هناك للمهمة نشوف الحبيب اللي هني اللي يعزف. هذا اللي يعزف هو اللي مهجني، تشوفونه؟ هذا المطرب، شخصية جديدة. اقتل سلسلة. اوكي هلو. لا غلط. لا اوكي اشوى، ضغط مربع بعدين مثلث. ايش عندهم على هالنار؟ حبيبي. هذا جبان شكله، مختبئ هني. اوكي في شيء بعد كنت بقوله لكم. والله حلو الياباني. اي صح، نسيت اقول لكم ان حسنوا جودة حركة الشفاء الياباني باللغة اليابانية. هذا تدري ايش يسوي فيه؟ لا شكو. اوه عندي هذا، حلو. اوه حاش الرعب. اللي بعده تعال. اللي بعده. ها كانك تشوف انمي. ساكاي توريدي نو كوتو. ايما يا موكو نو سوسا ايتسرا هوري او كرواساتيل ساكيبي غوي دي نيمري يا شناكاتا مو انزن دا دوكو كاي نيجيرو شينو كا تو اوتتا. لا صار الليل. الله يا المنظر، يا سلام. شوف الاجواء هذه، ما تاخذ صوره هني. شوف صوره فنيه. طيب شو السالفة؟ هو منطقة مغوية حسن ساكاي. هذا بيتنا، بيت جين نفسه. طيب خلنا ناخذهم ستيلث. هذاك لا يشوف، هذاك يشوف هذا، ما ينفع. فايش نسوي؟ هجوم عادي. لا شو التأليف، خذ. لا تغني. لا تعال لحظة تجمعوا علي. دقيقة خلنا نحط هذه. اوكي خليه يروحون فجأة. انا تعال انت. واحد اثنين. لا ما يمدي. اوه تجمع مرة ثانية. لحظة. تعال. راح واحد اثنين ما يدري. بس خلص القنابل عندي، ما اقدر اسوي شيء فاطلع منها احسن. ذبحني. الظاهر لازم اموت. اي والله قصة، اشوفهم اغوياء. وين موديني؟ يا ساتر، زعيم ثاني شكله غير الاول. اعدام. العقاب. الدجال. تسيما ني اوكوتا سيكو سبيتي كيتا زو. ها يقول خلص اللي بالتسوشيما الجزيره. كوتن هان وا شيندا اياتس نو هي مو يابريتا. كفو. اس اكسن مو نو بوشي غا ايكي ني تسودو تيهازدا. くだれ。命までは取らんぞ。苦しかったの。
一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。オフ、ガソン。شربتني شعوذة. ناني و نمستا كادن نو ليك. سو ليكيم ده ناي. مادا ساكي وا ناغاي. كيشتي تزبرن زو. とうに潰れておるではないか。うん、さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。غريبة، لها علاقة في أبوه. يونا، كلنا と言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの。そこらの船を借りたんだ。うん。<咳>。どうした？何かされたの？大高族の蝶に飲まされたようだ。毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。たちはどこへやった？近くを探してみなよ。大高と向こうへはどこだ？さっき外に火をつけたな。 <Okay. S 1> あいつら調べに出て。さて、行くぞ。こっち。طيب、ش قصة المشروب؟ وين مكاني الحين؟ 行くと狭すぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと。父が建てた。يا سلام على الفيو. そりゃそうだ。في شغلة بعد لاحظتها draw distance اللي هو مسافة loading في الجرافيكس، يعني أبعد الأمور مبينة، حتى الطيور هناك، البيوت. نايس نايس. طبعا هذه تعتبر نسخة كومبليت للبلاي ستيشن 5، اللي ما شرى اللعبة من قبل يشتريها على الفور، يشتريها على الفايف أحسن. خاصة مع الدي ال سي هذا كقصة يعني.堺家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門を開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。هذا شنو؟ نسور؟ دوتشي؟ この向こうに渓谷が、そこから逃げよう。なるほどね。حلو حلو. جوي التخفي وين؟ بس علميني وينهم؟ ناس؟ هذا شيء ميز. توكيني تراك أومو. غربان. كله يدم.ねえ、何が見える？いや、さあさあ。なぜ手を貸さなかった？あ、ぼう。父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。ベデイトハイエルジン。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。المشعوذة. これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹種のいずれもが通ってきた道だ。
そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。شكلها سممت عشان يساعدها مجبر طبعا. طيب على منو؟ منو العدو؟ وهل راح يتفق معاها ولا لا؟ دخلنا بأول كابوس. يا ساتر، أنا صراحة لو مكان أوافق أن أتعاون معاها ولا أدخل في كوابيس. أسرع أسرع. شفتوني شايف ذا ويتشر الانمي في كابوس، واليوم خلصت كول اوف ديوتي كولد وور وفيها كوابيس وكذا في نهايه اللعبه. الحين مع هذا اوف بعد كوابيس. الله يستر يديني كابوس حقيقي. واحد من أصدقائي يقول لي دائما الكوابيس عبارة عن أفلام رعب مجانية. ايش رأيكم في الكلام؟ لحظة لحظة لحظة، صاير يا ساتر النهاية. اهرب. لا خلاص خلاص كافي، راح اتعاون معك خلاص. إيكتيركا. أوتاكا. جاكو ني إيرو. هيتوماز كوكو كارا هانارير زو. شكرا لك، طلعتني من الكابوس. مادا أوزاميتيرو نا. شيباراكو ياسمي. 何者だ？答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う？太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った？戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。 どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ？大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな？あの毒はこの身に回っておる。サリとて気は確かなのか？ そんな奴初めてだ。いかほどで毒は消える？消えねえ。おそらくでは耐えるほかない。モコはいつから俺？ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって？大鷹を倒すためだ。名を言え。 ジン、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。 اوكي شباب، شفتوا الشخصيه اللي قابلناه؟ يقول تعال البيت عشان اعطيك او يعني نكمل معاه المهام ولا خلاص كوابيس. طبعا جين راح يعاندها على ما يبدو، ولو انه ودي اساعدها عشان تخلص من هالشيء. طيب حاليا نشوف الخريطه، لكن نبي نختصر. عندنا هي فاست ترافل ولا لا؟ اوكي انتقال سريع. ثانية واحدة نقل سريع صراحة. حاليا ما عندي حصان، فأتوقع أن المهمة هذه راح تعطينا حصان. نشوف الحين نختصر.
اوكي وصلنا الحين للمهمة اللي على الشاطئ، المهمة الثانية طبعا هني في الخريطة تشوفون، فنشوف سالفتها. اتمنى شيء متعلق في الحصان لانه ما عندي حاليا حصان. القارب ايوه هذا البحار اللي كان معي اللي كان واثق من نفسه مات خلاص. اوه يا الشجاعة كفو والله. また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。ああ、ね。この蹄は影のもの。影。صديق ضائع. طلع لك مهمة غصب. يلا. هذا الحبل. هذه آثار أقدام. أيوة هني. 空腹だったか。狼狽もせず、草を這んだ。 أكيد ماخذين المغول بعد. سوكوموتو شيزكاني أفعى كيكاريماسيو أو تاكازوكو ني نيراواريتيرون ديس موشي تكاباتارا كوكورو كواساريتي شيماو أوتشيتسكي أوما أو ميتسكيتارا. شكرا لك، عرفنا الحين وين حصاننا. خلينا نشوف، أتمنى مو مشربين شيء بعد نفسي مستحلينه ولا هذا. شنو بعد؟ أوما نو كيري دي أتاما واراريتي أورو. ركلة الحصان. اسمع صوت. يحاولون ياخذونه. تبا لكم. لحظة خلينا نشوف في نزال. قول له كفو كفو روح. دمرهم. هذا الاول. بسم الله الثاني. لا خلها لك. تعال. حلو. اوب. اوكي. تعال شلون رفسهم. في احد؟ كوغي يلا يومك ايتا دهدا كيغا وا ناينا شيندا كا توموتا غا اوماي او ميكوبيت اوتا نا اوماي غا سلام والله شوفهم سموكي واسريرو دي ناي سو. عندي حركه جديده. اوكي الون شوفها. خذوا. اوه دمرهم وفوز طاقتي تحت اندفاع الحصان. يلا الدفعه الثانيه تعالوا خذ. اوكي حركه حلوه هذه. بعد وين الرونن اللي قبل؟ في عنده حركه سوبر؟ لا لا ما شاء الله. يلا كمل خذ. يا سلام وينك؟ لا بس خلاص خلص الاكشن. لحظة. سلام. لا كان في سلسلة من الاغتيالات. خاف خاف هذا شو خايف شو خايف؟ وينك؟ يا جماعة والله ناس الجيم بلاي. اوكي حلو. لا يا محظوظ. هيا مات. اوكي كم صار لي سنه ما لعبتها والله نسيت اللعب. تعال انت سالفتك. مرتين ما اذكرك. اوكي واسترجعنا الصديق الضائع. يا سلام هذه سكرين شوت هذه على طول. لا خربها اللوجو اللي بالنص. يا سلام هذه بس لازم صوره. يا سلام اللي متابعني بتويتر ضروري تعطيها لايك. اخفاء بس. ولا اقول لكم يا شباب بدال ما اروح للقصه ونشوف مشاهد سينمائيه خلونا نستكشف خريطه الجزيره واخذ مهام جانبيه. فحاليا وانا ماشي لقيت هني اماكن غريبه شوي كانها بيوت لكن مغطاة بالأعشاب، وفي واحد هني تشوفون اللوجو ما دي مر علي ما أتذكر من قبل فيها الشعار اللي هو تحدي الرماية. أول مرة أشوفه. نشوف تحدي الرماية عندها الجماعة الطيبين. هذا صاحبنا ولا مغير اسمه مغير. اسحب سهما. وين؟ طيب
هني العلامات باللون الأحمر شنو مكتوب؟ لحظة يا طيب بدأ وأنا ما ركزت عليهم. واحدة اثنين ذاك بعيد شوي. لا فوق بعد. حلو أتوقع في توقيت معين. طافني هذا 23 ثانية. كنت بطيئا للغاية. ليش؟ أوكي. حلو هالتحدي أحلى من الخشب والسوالف اللي قبل. بس خلونا نحاول إنه يكون بدون أخطاء. ولا راح علي خلاص. بخلي هذا. أوكي لو خلنا على وضعنا. واحد. اثنين. يا حبيبي. اوه نعميت خلاص ما عاد اشوف. اثنين وعشرين. اوكي خلاص اكتفينا من هالتحدي. اوكي شكرا على التحدي. خلونا نكمل مغامراتنا ونشوف. طبعا تحديث قبل شوي كلمت احد الاصدقاء قال لي انه ماشي حاليا 10 ساعات في الإضافة وللحين ما ختمها. يعني المحتوى اخذوا حطوا في بالكم انه مع المهام الجانبية اكثر من 10 ساعات اللي هو في إضافة اللعبة. لكن للأسف وصلتني نسخة متأخرة فما مداني اكمل. فتلاحظون كل هالمغامرة اللي سويتها فقط هالمكان. فعندك هني الخريطة انا حطر هذا عشوائي بس بشوف شكل الخريطة. طيب عندنا هني مجموعة فخلونا ننقذ الرهائن. نعطيها نزال اول شيء. لا الموقع. اوكي حلو نزل. كلاب كلاب المغول. خذ تعال بعد واحد. لا يس شو الكلاب مشكلة. لحظة لا لا لا. هذا الترك انك تنط عشان ما يمسكونك. لا خلاص غشني. طلع سيفه. انا اغير وضعيتي على وضعيتك. اسرح يا حبيبي الحين يسولف. تشوفونهم الخريطة تقريبا يعني هذه بيئة مختلفة. أول مرة أشوف تشجير بهالشكل. فيعني باقي الأمور لا. في هناك جبل وفوق قلعة. في هناك بعد مرتفع وغابات. فيعني فعلا تحتاج مدة كبيرة عشان الواحد يستكشفها. طيب الحين بحاول أقاتل هذول بس بشوف دقيقة بس نغير الأسلحة هني. حط القنابل هذه وغير وضعية السيف. تعالوا نهجم عليكم. أول شيء نتخلص من لا ما عندي. عندي هذه. حلو سممته. أوكي نسمم هذا بعد. لا أوكي طاح. طيحت نفسي يوم واحد يغني شاعر معاهم. اوب اوكي هجمة مرتدة سريعة. شوفوا هذا بعد ضحية. ما ابي انقذك عشان ما تسولف تغثني. فخلونا بس ناخذ هذا. لا 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 ما يدري راح. ما راح انقذ خلي ولي. كل ما انقذ لي واحد يقول قصة حياته. هناك شواطئ جميلة وفي مرتفع رملي تقريبا. وهني في جثث. شنو هذا؟ اوه كابوس. ماسوكو. اخوانها ما ادري اهلها.
ような扱いがあるか。必死に助けようとしたんだ。 あるまじきことです。 OK。 ここへ。 تعال. طيب شباب، اتوقع ان نختم التجربة في هالموقع، وان شاء الله يعني ممكن اعطيه افادة بعدين عن اي استفسارات، لو حابين اذا عندكم اي سؤال اكتبوه، وان شاء الله اتكلم عنها في انستغرام او تويتر. ما اتوقع اني بسوي له مقطع ثاني ولا حتى مقطع مراجعه، لان راح تحتاج وقت اكثر من 10 ساعات وباخذ راحتي فيها. طيب الحين يعني هذا موقع اللي اخير بنختم فيه، بس واو البرق او الرعد، بس بشوف الشجره اللي هناك باللون الابيض، وهني طلع لنا دب يا عم مستريح. ما عندي سهم للاسف ولا اعطيتك واحد، فبس نوصل للشجره البيضاء هناك ونختم. عندها دخان اتوقع فيها نابيع او شيء، خلونا نشوف. يعني تقريبا الإضافة أشوف أنها تسوى للشخص اللي خلص اللعبة ويبي محتوى زيادة، غير هالشيء لا ما أنصح، لأن أنت لو تلعب اللعبة الكاملة بيكون فيها محتوى كبير صراحة، يعني الفول جيم. حتى لو ختمتها أتوقع ترجع الحين راح تلقى مهام كثيرة فيها، أما أنت إذا من عشاق اللعبة ومحللها بلاتينيوم وكذا وكل شيء، فتستحق صراحة أنك يعني قصة مبدئيا حلوة وفيها كمية مثل ما قال صديقنا. هني عندنا ينابيع، وهني عندنا واحد مقتول. تفحص كوابيس. شمرة. حسب نهاية كل واحد منكم صار في القصة معاه. نهايتي مش حلوة. اوكي، هني عندنا معبد او شيء. بوينت اوف انترست، في غربان هني سوريدو، احاول اصيد واحد منهم بالابره. ها قرده. اه اوكي، لا شنو هالصخور ولا شنو؟ ما اشوف. نقرب. اي والله قرود. هذول القرود اللي قلت لكم عنهم في بدايه اللعبه، تشوفون. هنحاول نعطي واحد بالابره هني، ما يصير. اه استراحة. لا ما نبي نرتاح، ولا نرتاح مع القرود، نجرب ونختم المقطع. يا سلام تدبر. ليش مع القرود يعني؟ العقاب. اوكي، اتوقع يا شباب ان نختم المقطع لهذه اللحظة، وكانت هاي تجربتي لإضافة Ghost of Tsushima Director's Cut. اتمنى استمتعتوا في المقطع، ويعطيكم العافية على المتابعة. اشوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامة.